كده طبق البطاطس البنيه دي جاهز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده نعمل طبق بطاطس لذيذ ويمكن احنا نعمله في العشاء يبقى سهل ومش مكلف معانا. احنا كده هناخد البطاطس نقطعها عايزه تركيها كده لان انا هسلقها او ان انا اطيبها على البخار. هي كده جهزت معانا. انا بنعملها نجيب حله نحط فيها ميه ان احنا نسلقها مباشره. انا احب ان انا احط المصفه واطيبها على البخار احطها على النار واغطيها واسيبها لحد اما تطيب بين راي. طبعا يكون السمك تقريبا متقارب عشان خفيفه كلها مع بعضها. هنغطيها ونسيبها لحد اما تطيب. وانتي تيجي تحطي فيها الشوكه تلاقيها انها طيبه معاكي او انتي تقولي. حطينا هنا معلقه زيت. ده عباره عن 3 فصوص ثوم. ده عصير طماطم. هحط معلقة كبيرة. قبل ما ببرك رشة ملح صغيرة جدا من قبل الملح اللي حابب يحط حسب اللي انت بتحبيه. بتحطي ملح كتير حطي. وعندنا فلفل. ماما نفلت الالوان احنا قطعينه. حبه تضيفيه تضيفيه، مش حبه ممكن انت ما تضيفيش. وعندنا من البقدونس والمعلقة كبيرة. عندنا البطاطس بتاعتنا. هنسيبها بس دقيقة واحدة على النار عشان تاخد منفعة من التتبيلة دي.